طبعا خطارنا اليوم في الاستديو دكتور تبارك عادل، اختصاص طب اسنان الاطفال والوقايه. طبعا اليوم لو نلاحظ اكو شغله، احنا كلنا احنا في هذا عمرنا نخاف من موضوع الاسنان، وبالذات الابره. بالذات الابره اذا نروح نتهسر من هذا الموضوع، لكن شوي شوي حنقوم نحبب الاطفال وبعدين هم يستمرون. حياك الله دكتوره، ومساء الخير عليك ونورتينا اليوم ببرنامجنا، برنامج استراحه الظهيره. مساء النور، اهلا وسهلا فيكم. الشرف لي انه انا حياك الله. شلونك؟ الحمد لله زين ان شاء الله. الله يسلمك الله يخليك دكتوره. خلينا نحكي اليوم بموضوع شنو هو الغاز الضاحك. طبعا الغاز الضاحك او ما يعرف باكسيد النترس او اكسيد النيتروجين هو غاز يكون مضغوط بقناني عديم اللون ورائحة تسويد. شنو فائدته؟ انه هو يبعث شعور الراحة والاسترخاء، يعني يقدر نقول يشتغل مثل المهدئ لاي شخص عنده قلق او خوف او توتر او يخاف من العيادة او من طبيب الاسنان. هذا هو الغاز الضاحك. زين، هذا الغاز الضاحك برأيك اليوم هو فقط الى الاطفال او حتى الى الكبار؟ لا نهائي، هو لاي شخص عنده فوبيا او خوف او قلق، سواء بالغ الشخص او طفل، بس كون انه الاطفال هم اكثر فئه تخاف يعني فهو اكثر شيء يستخدم للاطفال. يعني الحالات اللي تستقبلوها على الغاز كبار وصغار. والصغار يعني اتوقع عنهم حتى الكبار انه عندهم الهستيريا من موضوع والخوف. اي هوايه الأسنان. هوايه يجونا، يعني هوايه من الكبار عندهم فوبيا الابره اكثر شيء، اكثر يعني شيء مو يعني منرفز يكون للشخص هي الابره، او مثلا ما يتحمل جلسه طويله خصوصا جلسات حشوات الجذر، او ممكن القلع الجراحي. فهوايه من الناس عندهم فوبيا من هالموضوع، ما يتحمل جلسه طويله، ما يتحمل هذا السترس والقلق، فيطلب انه يكون الشغل مالته على جلسه الغاز فنوفر لها. زين دكتور تبارك، خلي نعرف موضوع شويه الغاز، لكن انت جه اليوم شلون تتعاملين ويا الطفل؟ الطفل اول مره يدخل الى عياده اسنان، يخاف من موضوع الابره ويخاف من الاجهزه الموجوده، فيكون عنده الخوف. شلون يكون تعاملك ويا الاطفال؟ شلون تحببيه وقاعد على الكرسي؟ بعيدا عن الغاز الضحك. صحيح، بعيدا عن الغاز الضحك، هي هاي شغله نقدر نقول علميا وتدرس انه هي يصح لها الفيرست فيزيت، الزياره الاولى لطبيب الاسنان. بالنسبه للطفل اكو طرق واساليب انه لازم نحبب الطفل، لازم تكون دائما الزياره الاولى في شيء خفيف ولطيف، وخلينا نقول مجرد فحص، يعني قدر الامكان احنا نوعي الامهات انه ما تجيب الطفل من يكون عنده الم، لا، اول زياره له انه ما يكون عنده شيء، مجرد تشيك اب، مجرد فحص دوري. فمن نجيبه قاعده على الكرسي ما يكون عنده الم، ما يكون الطفل خايف ومتوتر. مثلا نبدي وياه ننطي مرايه، مثلا تعرف كم سن عندك، احسبهن، احسب لي، هيجي اشياء بسيطه تخلي الطفل مرتاح. راح يقوم من الكرسي هو ما ماخذ ابره، ما متعرض للحفر مال الاسنان، ما متعرض لشيء مخليه متنرفز، فحيبعث شعور ايجابي بداخله. من يجينا مره ثانيه على شيء يستوجب علاج، لا، حيكون لي قدام هو عنده فكره مسبقه عن العياده والفكره كانت ايجابيه، فحيجينا بشكل انه مو قلق وشيء جديد وممر عليه. زين، اكو بعض من كبار السن وحتى الصغار، الكبار اللي عنده قلب، اللي عنده سكر، اللي عنده حساسيه، والاطفال اللي عندهم دائما حساسيه. برايك ينفع وياهم الغاز الضاحك؟ حسب حساسية شنو الغاز الضحك. اكو حالات ما نقدر نستقبلها على الغاز الضحك، اللي هي مثلا قد تكون الحامل، الشخص اللي عنده مشاكل بالدماغ، الرئة، المجاري التنفسية، مثلا ياخذ ادوية مال الاعصاب، او مثلا عنده عمليات سابقا او مستقبلا بالعين او شيء، فهاي اكو حالات معينه. اي احنا فلذلك عندنا فحص، جلسه فحص قبل ما نحول المراجع على جلسه الغاز، يعني ناخذ من عنده تاريخ مرضي كامل فنشوف هل هو مناسب لجلسه الغاز او لا، يلا نحوله على جلسه الغاز. زين اليوم الغاز الضحك، اليوم اكو مخدر مختص بهذا الموضوع، اذا اعطى جرعه اكثر من اللازم هاي بها تاثير؟ هي مو جرعه اكثر من اللازم، هو مجرد قناع راح يتخلى على الانف او يستنشق من عنده، هو بي تراكيز وبي طبعا كميه. فاحنا اكو ليميت انه هو السيف ليميت، او اكو مثلا نقدر نصعد حسب حاله الطفل او الشخص والهستيريا مالته ايش قد نحتاج، بس هو بصوره عامه هو يعتبر كلش سيف، حتى بالدول الاوروبيه يستخدموه بشكل روتين. يعني زين. احنا هنا دخل حديثا للعراق، فالناس شويه مو كلش تعرفه. لا بالعكس، يعني احنا نتمنى ان يكون اكو تطور بهذا الموضوع. ايه احنا يعني ليش مع اليوم كل الدول تتطور والعراق احنا ما يتطور؟ مستحيل. صحيح. هذا الشيء. زين اليوم احنا نعرف، انا من اروح الى طبيبه الاسنان او طبيب الاسنان اروح على جلسه واحده خلاص، بس اذا برايك اليوم انت كدكتوره كم من الممكن تشتغلين قلع سن او حشوات سن بجلسه؟
ها هذه اي طبعا احنا من يجي الشخص حاجز جسد غازي هو يريد قدر الامكان يخلص اكثر عدد ممكن هاي اداه من غاز. شغله. انت هسه سؤالك على جلسه الغاز لو الجلسه لا العاديه؟ الجلسه العاديه ها كم جلسه تقدرين تكملين؟ كم سن؟ كم سن؟ احنا هاي تعتمد على البنج اللي نطي، تعرف احنا من نبنج فنبنج عصب كامل، فاي سن موجود بهذه الصفحه اللي مبنجين العصب مالته احنا نقدر نشتغله، بس كون انه انا اتعامل ويا الطفل فالطفل قابليه تحمله ضعيفه، يعني ورا سن ربع واحد ساعه ممكن يبدي يتضايق او يمل او يتعب، فاني مثلا قدر الامكان ايش قد اقدر اكمل له حسب، يعني اكو طفل قدرة تحمله عالية، اكو طفل لا قدرة تحمله بسيطة ما يتحمل جلسة طويلة، فاني حسب استجابة الطفل وياي ايش قد اقدر اكمل له بالجلسة. هذا الطفل الطفل وذا يعني بأعمارنا البالغين حسب طلبه، لان البالغ متحمل يعني او عنده قدرة انه مسيطر على نفسه، فعلى طلبه يعني تقريبا يعني توصل الى ممكن 5 جلسات بنفس المكان بنفس العصب. هاي مو هي تعتمد على حالة السن، إذا حشوة جذر فطبعا بها جلسات، بس إذا حشوة عادية لا تكمل بنفس اليوم. زين الأطفال المدمنين على الحلويات والكباسة وغيرها المشروبات، زين برأيك اليوم شلون نقدر نحمي أسنان الأطفال من التسوس بالذات؟ يعني اللي عمره 3 سنين واللي عمره 4 سنين لازم يروح ورا أمه ورا أبوه اشتري لي نساتل، طبعا اشتري لي كذا، اشتري لي كذا، شلون نقدر اليوم أحافظ على أسنان أولادنا؟ هاي اكثر من شغله احنا نقدر ننصح بيها الاهل. اول شغله طبعا والشغله الرئيسيه اللي هي التفريج، ولازم هاي مو اقل من مرتين باليوم خصوصا باليوم. بالاضافه الى هذا مثلا نبدي ويا الام من بدايه يعني الطفل الرضيع شلون تبدي تعتني بيه على مود ما نوصل لمرحله انه يسوس هواي. اول شيء انه هي ما تترك زجاجه الحليب او العصير بفم الطفل خصوصا بالليل، يعني ما تتركه يرضع والحليب بحلقه وينام، لان هنا راح يصير عندنا تسوس الرضاعه اللي هو كلش سريع ورأسا راح يتلف لي الأسنان الأمامية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي قلنا عدد التفريج، عدد أنه الأم تتعلم على هذه الأشياء، تبدي تعلمه أنه يفرج، وهي نفس الشيء من الولادة من أول ما يطلع أول سنة تلف قطعة شاش معقم على إصبعها ودائما تحاول تنظف اللثة والأسنان للطفل. من يبدي الطفل يكبر ممكن إحنا بالعيادة نخلي مواد أنه تحمي الأسنان وتخليها بشكل أقوى، يعني أكو عدة مواد، ممكن الأسنان اللبنية، ممكن الأسنان الدائمية، هاي تزيد لنا الوقاية وتزيد لنا القوة مال الأسنان. شنو المواد اللي تخلوها؟ اكو هواية، مثلا عندنا مادة الفلورايد او مادة الاقوى منها ممكن هي فلورايد الفضة الاس دي اف، او مثلا عندنا الحشوات الوقائية اللي هي اكثر شيء للاسنان الدائمية، من يكون عندي سن دائمي سليم بعد نهائيا ما بيتسوس ممكن استخدم له مادة يصحوا للفيشر سيلنت اللي هي مثل الحشوة الوقائية، تكون بلا بنج وبلا حفر، فشي كلش خفيف ولطيف ويساعد الطفل انه احافظ على اسنانه قبل لا يصير بيتسوس وقبل لا يتعرض انه بعد ابره وحفر وبنج. زين دكتوره حسين السؤال بصراحه جاوبينا عليه، دور المراكز الصحيه أي. الحكوميه والتخصصيه يهتمون بموضوع الاطفال هيك شيء؟ وش يقدمون لو فقط بالمراكز والعيادات الاهليه؟ هذه تعتمد على مثلا المركز ونوعه، يعني المركز التخصصي لا كل العلاجات متوفره به لان هو من اسمه مركز تخصصي، يعني متخصص بكل علاجات الاسنان. هذا واحد عن المركز الصحي اللي هو مركز رعايه اوليه يخدم العفو يقدم الخدمات الاوليه. المركز التخصصي الحكومي لا متوفره به اغلب المواد، متوفره به اغلب الاجهزه، فنقدم اغلب العلاجات. بس مثلا مثل ما قلت تفضلت اكو اجهزه حديثه هاي ما متوفره بالمراكز الحكوميه، فتكون متوفره بالعيادات الخاصه اللي هي مثل الغاز الضحك، هذا ما متوفر بمراكز حكوميه. ليش ما يتوفر؟ هاي بعد نتمنى تكون الامكانيه والله نتمنى يعني لان هي راح تفرق، هالشيء حيفرق يعني بعض الاعمار راح يفرق وياها. بيا مستشفى دومي دكتوره؟ انا مركز الكرامه التخصصي لطب الاسنان. طب الاسنان اليوم هناك برايك دكتوره هناك ويجون الكبار ويجون الصغار، التعامل مالتش نفس التعامل اللي يكون بالعياده الاهليه؟ التعامل هو اني يعني كشخصيتي هاي بعد فهي اكيد نفس التعامل، بس مثلا اللي حددنا شويه اكثر بالمركز الحكومي تجينا اعداد شويه اكثر والوقت عندنا محدود، يعني محدودين احنا بفتره الدوام الحكومي، فنضطر انه نمشي مراجعين قدر الامكان اكثر، بينما بالعياده الخاصه اني مخصصه للطفل مثلا فد ساعه كامله لهذا الطفل، فاكيد اخذ راحتي بالوقت اكثر بالتعامل وياه. زين يصير نسوي حشوه جذر للاطفال؟
اي اكيد، وهذا الشيء طبعا كلش مهم، واني اشكرك انه سالتني هذا السؤال، لان احنا الاسنان اللبنيه نحاول نحافظ عليها قدر الامكان، لان كلش غلط القلع للسن، وهذا يعني نصيحه اني اوجهها للاهل، كلش غلط القلع للطفل خصوصا الاسنان اللبنيه، لان قلع السن اللبني بالوقت مو مناسب، بالعمر المناسب مو مناسب، راح يسبب لنا مشاكل كلش هوايه بالاسنان الدائميه، ممكن ما تطلع او ممكن تطلع بشكل مو صحيح، هوايه من الناس تصير اسنانهم مخربطه طالعه سواء للجانب او طالعة على الأمام، نعم. هاي كلها تعتمد على الخلل بالعلاج اللي صار فترة الأسنان اللبنية اللي هي من ينقلع بشكل مبكر، فإحنا دائما آخر الحلول هو القلع، وإذا اضطرينا نقلع لسبب صحي أو لحالة طارئة فلازم نلجأ للحل البديل، إنه إحنا نحاول نلقى حل نحافظ على مكان هذا السن اللي قلعنا على مد ما نسبب له مشاكل مستقبل. زين دكتور، آخر سؤال أرجو تجاوبني عليه بمختصر، إنه اليوم الأطفال اللي أعمارهم من 3 سنين وإلى 4 سنين الأسنان اللبنية، برأيك اليوم من يبدي سنه يريد يوقع، هو مرات الام هي تشلع الهيا، هذا الشيء غلط لو عادي لازم نوديه الى دكتور؟ هو طبعا الافضل انه يتودى الى دكتور، لان اني هذه الحالات مرت علي انه السن يتحرك بس بعده مثلا ملتصق باللثه، اوكي هو ذاب من العظم بس بعده ملتصق باللثه، يصير انه دا يدخل باللثه او بالخد او بالشفه، واني مرت علي هيك حالات، ويصير تجمع الاكل، يصير كميه من الالتهاب ينزل حتى على الجسم كله، مع انه هو دا يتحرك وظال من عنده مجرد قطعه بسيطه، فالافضل دائما انه اي حاله صحيه يشوفها الطبيب وهو يقرر حالته، افضل مما يتصرفون الاهل، لان ممكن يسببون مشاكل هم في غنى عنها وما يعرفون بها. طبعا دكتور تبارك، شكرا انك نورتينا اليوم ببرنامجنا برنامج استراحه الظهيره، وشكرا على كل النصائح اللي حكيتي بها اليوم، بالذات موضوع الاطفال، ودائما نعرف الامهات ما ينتبهون على هذا الموضوع، فشكرا لك مره لخ، وشكرا لتلبيه الدعوه. شكرا جزيلا، حياك الله يسلمك.